أولا كنشكر جريدة تحقيق هاند كارت على الاستضافة هذه. هو في الحقيقة هذا الموضوع هذا ديال المسامحة ما تختارش في الظرفية ديال اللي احنا فيها الآن، اللي هو كان الموضوع كان من قبل، وعلى حسب الطريقة باش كنشتغل كيكون عندي تواصل مباشر مع الجمهور، كيعاودوا لك المعاناة ديالهم وداكشي اللي كيعيشوه والواقع ديالهم. وحاولت انني نصوب هذه الاغنيه ديال المسامحه، هي عباره عن موضوع حب وفراق، ولكن في المغزى ديالو هو انك صعيب عليك وكيكون صعيب على الانسان انه يوصل لديك المرحله ديال التسامح، حيت هذه المرحله ديال انك كتسامح واخا كتضر كتكون مضرور، كتكون واحد الدرجه ديال الاكتمال، كتكون مصالح مع ذاتك وكتقدر انك تسامح. داك الشيء اللي بغيت نشير ليه في هذه الاغنيه هذه، والحمد لله على حسب داك الشيء اللي لاحظت ملي الناس سمعوا لها، بحال قلتي كتحاول انك كتحيي القيم الاخلاقيه في الانسان. هذا هو اللي كان المقصود ديالي الاكثر، اللي بازيت عليه بزاف هذه الاغنيه هذه. داك الشيء علاش تخدمت بديك الطريقه. هذه الاغنيه هذه تسجلت في شهر جوج قبل ما تكون الجائحه ديال الكوفيد 19، وكنت وعدت الجمهور ديالي بلي غادي تلونسا في لافان ديال شهر جوج، ولكن ملي وصلت الوقت اللي غتلونسا فيه الاغنيه تناقشت مع الجمهور، قلت لهم واش بغيتوها اوديو ولا كليب. اغلبيه قال لك بغى الكليب، وقلت لهم غادي نحاول نصورو، غادي نديرو في شهر 3، غادي نلونسي في شهر 3 على لاشين يوتيوب. وملي بغيت نصورو عاد باش بدات الجائحه هذه، وكان المشكل ديال الحجر الصحي، وما لقيتش كيفاش ندير. راكم عارفين دي بلاصه تصوير، وكاين واحد فريق عمل ما غاديش يقدر يتحرك كله، وعلى حسب المناطق. المهم اضطريت انني غادي نخلي العمل ديال هذه الاغنيه ديال المسامحه باش انه تفوت هذه الجائحه هذه، ولكن بان لي هذا المشكل هذا مطول، وبان لي بلي كاينين فنانه كيشتغلوا كيديروا اغاني عن بعد بحال هكا، واضطريت انني نصوروا بهذه لي كونديسيون اللي عندنا واخا متواضعين. والحمد لله لقيت واحد الاقبال، لقيت واحد النجاح، والشكر الجزيل كيرجع للجمهور وكاع الناس اللي كيعرفوا كريم جواد، وكاع الناس اللي عندهم مغيره على الثقافه والفن. الغياب ديال الساعه الفنيه ما كانش غياب عنده شي اسباب خاصه، لا بالعكس، غير هو اي فنان كيكون عنده واحد فتره نقاهه، نظرا كيكونوا تغيرات على مستوى الساحه الفنيه، كتكون واحد لا ميزاجور. مؤخرا وقعت واحد الثوره في الساحه الفنيه المغربيه والعالميه، كاين خرجوا بزاف ديال لي ستيل اللي ولاو كيبازيو على البوز والسيكسي، وحاولنا حتى حنايا كفنانين امازيغيين نحاولوا اننا نديروا هذا الموديفيكاسيون هذا، ونديروا واحد التوظيف بزاف ديال العوامل، وكنحاولوا نفاتحوا على الموسيقى العالم، ونديروا توظيف ونحاولوا نغيروا في الستيل باش اننا نوصلوا الثقافه ديالنا والاغنيه الامازيغيه لاعلى مستوى. هادو هما الطموحات ديالنا، ولكن ما كانوش اسباب. هذا هو ماشي غياب كلي. كنخدم في الفيستيفال، كنخدم في لي سواري، ولكن غير هو الاصدارات ما صدرت حتى شي حاجه لمده 3 سنوات، حتى جيت بالسينجل ديال ارتمنى اللي لقى استحسان من عند الجمهور. ودابا هذه الاغنيه ديال المسامحه اش نقول لك، الحمد لله طلعت للطوندونس المرتبه السادسه في الطوندونس المغربي. كان لي الشرف وحسيت بواحد الفرحه، حيت الناس عجبهم الحال، كيشوفوا الثقافه الامازيغيه والهويه ديالهم في ديك المراتب. حسيت باللي ان حتى الجمهور وعى وعرف بحجم ديال هاد الثقافه ديالنا، واستوعب بزاف ديال المسائل. وان شاء الله الجديد غادي يكون في اقرب وقت، حيت دابا كنتحمل واحد المسؤوليه في العاتق ديالي، حيت الناس كيطالبوك بالجديد وكيتسناوك، وان شاء الله غنحاولوا نديروا الاحسن باذن الله. وكنشكركم وكنشكروا المجهودات ديالكم والتغطيه اللي كديروا، وانتم هما اللي كتوصلوا كما كنقولوا، كتوصلوا الاهراء وكتوصلوا بزاف ديال المسائل. كنشكركم على المجهودات ديالكم، تبارك الله عليكم.